ويتركون العوام في شركياتهم. يقول هل هذا يعد من المنهج الصحيح الشرعي؟ لا، ليس من المنهج الصحيح الشرعي. المنهج الصحيح أنك تدعو إلى الله، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تريد الخير للناس، ما تريد الانتصار لنفسك، ولا تشتغل بالرد وتترك العوام وتترك الناس، اجمع بين الأمرين. هذا طيب، إذا جمعت بين الأمرين طيب، أما أنك تقتصر على الرد وتترك الناس على الشرك والضلال والجهل، هذا ما هو هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعوة كما ترون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي يحسن. الجدال بالتي يحسن هو الرد على المخالفين، لكن لا تقتصر على الرد، ادعو العوام والجهال وصحح لهم طريقة. نعم.